المشاهير. المشاهير؟ من المشاهير؟ تزوج من المشاهير؟ اي يعني اي مشهور؟ ايوه. عشان شكل ولا اخلاق؟ كل شيء. اجنبي ولا؟ اللي بدك اياه. والله شوف دقيقة والله كان في واحدة موز. شو اسمها؟ روز. مو روز، فوز. شكيرة. ممكن اتزوج هايفو. تشانينج تيتوم. أو ذا روك. تشانينج تيتوم. ملا. والله خلاص. خلينا نختار واحدة من الغرب. حتى زوجتي شافت هذا ما أقدر. نقول زويلة من لندن يلا. بلقيس. ما في أحد. أنا أتزوج. وين أهم شيء يحب أمي. أهم شيء يحب الوطن ويحبني ويحب الأكل أهم شيء. ليلى. No really. ما حق اللي تقلد أصوات. خطة خصم. زينب العسلي. أنا. تزوج من المشاهير. تزوج جيسي ويليامز اللي كان بيمثل بGrey's Anatomy. أليس. You're supposed to answer. Shakira. نصيب من الله سبحانه وتعالى بس. It'll be a while. ما ينفع. كارا ادري فيه. ويل امي انا جاني فدا قسم بالله. معاكم الاستاذه ليلى جميله اللي ورا الكاميرا قاعد تصور لي مستحيه اختي صارت حمراء لسانها راقيه. لا تنسوا تدعموها باللايكات والاشتراكات تستاهل. ليتس جو.